وبكره هيجوا يعني عمركم ما استعملتوا المعلومات دي عشان تفيدونا. انا اديك المعلومات ليه؟ فدي واحده من الاشكاليات اللي برضه بيواجهوها الباحثين، غير الحاجات المادية، غير المتاريس الأمنية، غير بعد كله انت ما عندك ذاته حق مثلا يوديك ذاته دارفور عشان تعمل بحث بعد ده. كويس؟ وانت في زلزال طبعا ما بتقدر تنتج بحث جيد. كويس؟ قول قدرت بالحلقة المنهجية يعني تخلي المجتمع يثق فيك وقعدوا وحكوا ليك وبتاع وكتبت بحث نزيه. كويس؟ بعد بحث نزيه ده ما تاني هناك ما بتوافق. كويس؟ تاني يا مين هنا؟ المشرف بتاعك ذاته ممكن يكون شنو؟ من الجماعه اللي اياهم. لا والله الكلام ده تعدله، لا والله ده ما بيجي كده. مش ما هو السلطات الدكتاتوريه ما قاعده بس في اللجنه العسكريه ولا في الدعم بيزرعوا لك لحد الكذب. مش فهي عشان كده يعني بتعرقلك في اركان كثيره جدا. قول انت طلعت محظوظ ولقيت مشرف كويس وناقشك وطلعت بحث جيد. اها هيمشي وين؟ معقول البحث ده لو كنا بنطبق نتائج بحوث كنا وصلنا للمرحلة دي؟ كويس؟ عشان كده نحن دائما بنعيد ونكرر انه الباحثين واحد اكثر من اكثر الشرائح اللي ممكن تستفيد وتفيد في ظل حكومة ديمقراطية مدنية. عشان كده نحن اكثر ناس مفروض نطالب مطالبنا دي. استاذنا دكتور محمد يوسف احمد المصطفى في ورقة اساس جامعة الخرطوم قال كلام جميل جدا انه ما في جامعة حرة في دولة ما حرة. مش واصلا ما في حرية بحث علمي لو ما في سلطة فيها حرية بتتيح للاصوات. حصل لقيت لكم في برنامج في تلفزيون السودان في باحثين برؤى مختلفة جو اتناقشوا مع بعض. ما حصل دائما بيجيبوا الناس بتاعنا هم الدكتور دكتوراه في الشنو والشنو هم اللي بيجوا شنو يمارسوا تخديش الوعي ما انتاج الوعي. كويس؟ دي واحدة من الحاجات، دي واحدة من يعني من المشاكل الكثيرة اللي لسه ممكن نتكلم فيها. طيب وجهنا الحاجات اللي ممكن تعيب شو طبعا ده غير يعني في حاجات كثيرة ممكن مكتبات كتب جديدة ما في يعني بيئة كمية بتاع حاجات يعني ممكن نتكلم فيها ليه. كويس؟ يعني بيجففوا ليك وبيفتحوا ليك يعطوا صوت اللي بيسودوا يعطوا صوت اللي بيكتبوه. كويس؟ يعطوا طريقة بحثية اللي بيسودوا يعطوا طريقة بحثية اللي بيكتبوها. كويس؟ يعني النقطة الأساسية انه البحث العلمي لما الناس تتكلم عن حرية البحث العلمي مرتبط بصورة أساسية بحرية يعني الحريات المتاحة الحريات السياسية. طيب سقطت ما سقطت صاب منا حتى لو سقطت صاب منا. أيوة تمام. كويس. أها دي العلاقة كده نتكلم شوية عشان نطلع من الحاجة المظلمة واللي كده نستشرف المستقبل والحكومة المدنية الجاية الديمقراطية. أها هنعمل شو؟ كويس. أول حاجة الكتاب اللي بدأت بيه وداك هو ميز بين نوعين من التعليم. النوع الأول هو سماه تعليم المذكورين يسميه التعليم البنكي. معناه شنو؟ قال انت المعلومة ما بتعلم الطالب يطلع المعلومة كيف ويحللها كيف، بتديه معلومة جاهزة يلوكة ويمشي وراسه ده ما بيكون شغال بيكون مخزن.
للمعلومات بس بيمشي يردد. بس قلت تمشي توديته المواقع ما بيقدر يعمل لك اي حاجه، وبيكون طبعا ذاته يعني عامل نفسه عالم وهذا بيتم نقصه ده بانه يتفرعن، بانه ما يسمع للناس، بانه دائره يطبق في راسه هو شوية الحاجات اللي بتقصها بيكون قايل ده نهايه العلم. كويس، لانه هو ذاته يتعاملوا معاه كده اثناء دراسته، يتعاملوا معاه انه يا اخي دي المعلومه شيء لو خدتها في راسك لو خطيتها وجيت كبيتها لينا في الامتحانات ولا في بحثك معناه ان نديك الشهاده نصفق لك ونديك الصفوف الاماميه تمشي تقود عمليه التنميه. هو بيصدق الوهمه دي بيجي ماشي فيها شكل خلاص يعني ناصيه العلم. كويس، وديل اللي كانوا ولما بالمناسبه ودي النقطه اللي بنقولها لما نقول حكومه تكنوقراط. كويس، بجد دايرين تكنوقراط فاهمين ما تكنوقراط انتجوهم عندهم العقليه دي برضه مش يعني ممكن نقع في تكنوقراط مش ناس عارفين عندهم المعرفه العلميه التقنيه الحاجات اللي في مجاله بيقدروا يمشوا. يلا عشان ما ننتج النوع ده نغذي به الخدمه المدنيه والمواقع يعني صناعه السياسات وكده نمشي للنوع الثاني من التعليم واللي هو التعليم ما بيسوق الا في الحريه في ذي الحريه واللي هو ده بيعمل شنو؟ مثلا نحن جزء كبير جدا مننا ما بنعمل بحوث بس برضه بنشرف على بحوث مش برضه بنجرس. اها نعمل شنو؟ اول حاجه الطالب ده يكون عنده مساحه كبيره سيلك كارو واصلو ما يشوف الساوند سيستم كوز الساوند سيستم طلع برا قال انه كوز طيب التعليم الجدد حيودينا لقدام العلم اللي بيزيل البلد ويودي البلد دي لقدام يكون كيف؟ يكون المفتاح الاساسي اول كلمه في شعار الثوره حريه. حريه ما بس نطالبها من السلطه المدنيه الديمقراطيه، حريات نعيد يعني الناس دائما بتتكلم عن هيكله الجهاز الامني وهيكله كده دايرين برضه هيكله في التعليم. كويس، نوع المناهج اللي بيدرس، نوع الكوادر الموجوده، البيئه الاكاديميه، الثقافه الاكاديميه السائده، الثقافه دي نقول طوالي نشتغل ضدها، الثقافه بتاع الحريه، انه الطالب اول حاجه في المحاضره لو في الماجستير ولا في الدكتوراه ولا في البكالوريوس الطالب يكون عنده مطلق الحريه يوقف الاستاذ في اي لحظه يتناقش معاه، المحاضره ما تكون شكيله بس ماشيه كده بس، انه راس الملان يمشي يدقق وبس ياخذوا يكتبوا في دفاتره وده ما اهم شيء نشتغل فيها انه ندربهم انه يفكروا يناقشوا يعني عشان نعمل كده الاستاذات وفي اساسه برضه بيكون يتصرفوا بعناية كهنوتيه كده يعني لما نيجي خاش كده ثاني ما في زول يتكلم وهو بس اللي يتكلم لا الثقافه دي مفروض الحريه تخش في القاعات في لامات الدراسه اي زول عنده سؤال مضاد عنده الاصوات في تسهر بدل الصدى كان مسيطر. كويس، طالب يمر بسلسله زي دي اكيد حيكون عنده مقدره على التفكير المستقل واكيد بعد ذاك السلطه السياسيه الديمقراطيه المجتمع حيكون برضه بقى فيه ثقه الباحث لما يمشي حيقدر يخش الميدان بسهوله المتاريس الامنيه اللي كانت بتواجه البلاد اكيد حيكون اتزحى وبرضه العلاقات بتاعتنا الدولية ممكن تكون اتفتحت ممكن تكون في مصادر بتاعت كتب بنقدر نجيبها ممكن تاني نعمل يعني كولابوريشن تعاون مع مؤسسات تانية مع جامعات تانية ممكن يكون في تبادل ممكن يكون في صرف بين الحروب المدورة والجوانب الأمنية
كانت ماخذه 70% تبقى 40% للتعليم ماله، تبقى 30% ماله البحث العلمي. بعد ذاك يجيه والاستاذ الجامعي والباحث يقدر يكون عنده يعني موارد ماليه، لكن ده برضه يكون مسحوب بتغيير العقليات والثقافه الاكاديميه اللي كانت سائده. والاهم من ده انه السياسيين الديمقراطيين المدنيين اللي حيكونوا في المرحله الجايه يستعينوا في البحث العلمي يطوروه، ونتائج البحث العلمي طوالي يعني ما يكون في عداء بين السلطه. طبعا الطريق العلاقه العدائيه اللي كانت بين الدكتاتور والبحث العلمي حتكون انتفت. مش يلا بعد ده بنقدر ننتج بحث علمي جيد يفيد وهو ذاته يستفيد من البيئه الموجوده. يعني دي ممكن كان نشرح فيها كثير، لكن يعني الرؤيه تقريبا وضحت. عشان كده الباحثين من الشرائح اللي ممكن تكون اكثر شريحه مستفيده من الحريات اللي بتنادي بها الثوره. وعشان كده ما كان غريب على اساتذه الجامعات والناس المتعلمين يكونوا في مقدمة الناس اللي بيطالبوا بحرية سلام وعدالة. شكرا لكم، ولو في أي أسئلة ممكن نجاوب، ولا الزمن وين في خلاص، لو في أي سؤال ممكن تفضل. معناتها حرية المخاطرة في كل شيء، وعلاقة دائمة تكون مستقلة مستقلة بالتفاعل. طبعا دي النقطة الأساسية، يعني بيأكد على إنه الكلام ده ما بيصير إلا في ظل حكومة فيها مساحات ديمقراطية كبيرة، ونحن عارفين إنه ما في ديمقراطية في العالم، ما في تجربة واحدة بتاعت مساحات ديمقراطية تحمي قوت العسكر. يعني الكلام ده ما واضح، يعني دايرين يخشوا مش السلطات دي لو ما بقت مدنية يعني خلاص. الكلام اللي بنقوله الأحلام اللي بنقولها دي كلها العسكر ده نحن بنحترمه وفوق راسنا، لكن العسكر عنده وظيفة معينة مش حفظ الأمن والدور الأمني، يعني حفظ الحدود والجوانب الأمنية وكده كويس. يعني ما ممكن انا مهندس امشي اديه مشرحه اخش عمليه، مش لما نقول للمهندس يا اخوان انت ما حتخش في العمليه دي ما معناه انا ما احترمت المهندس، لا انا بحترم تخصصك. لما تمشي تبني عماره وما بعملش ما بسالك ده دورك، لكن لما تكون انا داير لا لما تكون العلاقات الدوليه وما اعرف التخطيط الاقتصادي وعندنا لجنه في اللجنه العسكريه عندنا لجنه اقتصاديه في خبراء اقتصاديين في خبراء قانونيين في ناس مسؤولين في العلاقات الدوليه في ناس، يعني الخبرات دي كلها كيف حتنهض بالسودان؟ من صوت الواحد لسه معناه انت داير تحكم برؤيه الصوت الواحد. عشان كده رفضنا وتأكيدنا على الحكومة المدنية ما جاية من فراغ، تأكيدنا على المساحات الديمقراطية ما جاية من فراغ. في أصوات كثيرة مكتومة، في آهات كثيرة مكتومة، في قضايا كثيرة ما حصل، يعني مشاكلنا متمثلة. والبحث العلمي كان مكفل بكل القيود، عشان كده دايرين نفك، عشان نقدر نبحث ذات ونحن عندنا شنو وما عندنا شنو وممكن نمشي لقدام كيف. شكله ما في سؤال. دائما طبعا لما المحاضره تكون ما فيها سؤال ده دليل على انه المحاضره كانت كعبه. سؤال يا اخوان، سؤال في اي سؤال في اي لا سؤال جميل. قال الحرية اللي انت قاعد تتكلم عنها دي حرية علمية ما اي حرية. طبعا واحدة من الحاجات بدينا بالمقولة للفرعون لا اريكم الا ما ارى، وطبعا ألجأ اعداء فرعون الحرية. عشان كده دائما بيتم شيطنة مفهوم الحرية،
تمثيلية طوالي رابطين عليك بالفساد والنزيلة وما عارف شو. أي زول طالب الحرية معناه هو يعني كأنه داير يا البنات يقولوا لابسين كيف كيف وكذا العرق ده يتطاقش فيه يعني طوالي بيخيطنوا مفهوم الحرية. نحن الحرية اللي نتكلم عنها زي الحرية اللي قلناها في فعشان كده يعني دائما غرسوا في وعي العامة انه زول بيطالب بالحرية كأنه داير ينتهي من الإسلام والقيم والما دي واحدة من المفاهيم دي واحدة من الحاجات اللي هنشتغل عليها في الفترة الجاية كثير جدا عشان المفهوم العام للحرية يكون في الطريقة. شكرا لك على السؤال كان جميل جدا. بالنسبة للمناهج العلمية المناهج العلمية تتغير في جزء منها في مناهج جايه تتغير في مناهج يعني المفروض تجدد في مناهج ما مواكبه لوضع السودان في مناهج لسه مسيطر عليها الافكار الغربيه. طبعا دي برضه بتدخلنا في حاجه بالمناسبه التفكير العقليه المستقله والتفكير النقدي اللي نحن دايرينه عشان نبني بيه السودان التفكير الحر ما بيتعامل مع الافكار والمعرفه تعامل هنا المريخ. يعني دائما بيقول لك المعارف الغربيه وناس ديل قروا في الغرب كانه الناس ديل خلاص ممسوحين وبقى ما بننكر انه الغرب بيحاول يغرس قيمه حاجاته في الناس اللي بيمشي يدرسوا لكن ما كل المعارف المنتجه في الغرب هي ضاره بالنسبه لنا. احنا مفروض نفكر بعقليه نقديه نشتبك مع الموروث الغربي اللي بينفع معانا شنو نجيبه نطبقه والما بينفع ننتقده نخلي له هناك. وده لو انت ما باحث جيد مريت بالمرحله التدريبيه ما بتقدر تعرف الخبيث من الطيب. نحن اهم مشكلة يعني اكثر حاجه مفروض نعملها نمكن الناس من انه يستخدموا راسهم دماغنا ده نقدر نستخدم نشتبك مع اي موروث علمي كويس. ما يقول لك مثلا لا والله بس دايرين تقسيم نجيب العلوم الاسلاميه الموجوده جميله امشي اقراها جيب منها الحاجه اللي بتنفع كويس. ده ما معناه على حسابي انك تجيب علوم من حتات ثانيه ولا كده. الحاجه الاساسيه انه اي ارث معرفي اي كتاب اي حاجه لما تقراها ما تقراها بالعقليه بتاعت انك تحفظ عشان تمشي بس تقول يعني انا قريت لا تقرا تقدر تشوف الكويس شنو والكعب شنو تنتقد الكويس يعني توري الكويس كويس في شنو والكعب كعب في شنو يعني انه نقدر نطور الحاجه دي مهمه جدا. وعشان نقدر نعمل كده ما بنقدر نعمله بالتعليم اللي بيكون بالتعليم بتاع المقهورين اللي قلنا قبل شويه. فتفضل عندي اضافه بسيطه مثلا كلام الباحث كلام الاستاذ. انا واحد من الناس احتكيت به من اول ما دخلت التعليم العالي اول ما دخلت الجامعه كان عندي سنه اولى عندي تقرير بسيط يعني حاجه بسيطه ما كان بشهاده انها في خطر كتبت عن المحكمه الجنائيه الدوليه. اول حاجه الدكتوره بتاعت اللغه العربيه قالت لي والله هي جديده الموضوع ده خليه يلا بيعملك اخبار. جيت برضه في اثناء الدراسه بعد ما التعليم المتزوج برضه تعرضت لهنا يعني انا بعتقد انه مثلا المفروض دول داري يقرا جامعتين داري يقرا ثلاثه ما لهم شنو يعني انا كان قريت جامعتين في زمن واحد تعرضت برضه لمشاكل في الحته دي جيت اتخرج من الموضوع برضه ما لقيت عندي بحث فيه مقابله غير قراءه نظريه وقراءه عمليه. البحث النظري كان المصادر ما متوفره وفي مجموعه من الدكاتره كان ممكن ارجع لهم لكن برضه بتحسوا بانه الموضوع حساس فهم بيعتقدوا انه حساس. انا بشوف انه حساس بالنسبه للوطن يعني دي حاجه كويسه انه الزلمه تعرف عيابه يقدر يعني يصلح اي جهه انا بمشي لها بتعرض لاضطهاد يعني زي كانه انا عامل جريمه. في دكتور كبير كان برضه رفض قال لي مش رفض صراحه لكن يعني رفض يعمل معي المقابله. كثير في الحياه زي دي وثالث حاجه برضه دايره الاستاذ يكلمنا عنها حتى المجتمع ذاته من سبب القهر والتسلط بقى عنده برضه نظره على الدراسات مثلا الناس ما ملمه بتشكيل التعليم
مثلا لو دول مثلا في مجال دراسات سياسيه ممكن المجتمع السوداني من دول ده يعني دول ما زوي او حاجه زي دي في نظره زي دي. وفي النظره الثانيه انه النظره الدينيه مثلا القرايه يا اما قرايه تطبيقيه مثلا طب هندسه او قانون واما الذكري دي ما قرايه او ما حاجه بتقدم البلد. دائما نسمع الكلام من على النقطه دي وانه المفروض تكون بحريه في جميع المجالات. كل دول عنده تخصص وكل دول عنده حاجه بيقدمها للمجتمع ان شاء الله. شكرا لك. أدتنا مثال حي لأنه كيف السلطة الدكتاتورية المنفوسة في كل الحتات بتتدخل عشان تحدد الموضوع المفروض يدرس شنو وما يدرس شنو. ها أول ما جبت السلطة داير عامل بحث على المحكمة الجنائية أول ما جبت المحكمة لا أنا الكلام ده بقت تزوق مش حتى بعض مرات في دول ممكن يكون كويس معاك دي دول على الأقل من البداية رفضه. في ناس شوية تقبلوا لكن بعد ما تمشي في البحث لقدام دايرين لك تتكلم بس عن إنه المحكمة الجنائية يعني محكمة بتاعت الإنسان الأبيض صوت الأبيض ماشي مع صوت الفرعون ما دايرك تتكلم بحاجات ثانية مش أي نعم هيمنة الإنسان الأبيض والمستعمر على المحكمة الجنائية دي حقيقة لكن ما الحقيقة الكلية في حقائق ثانية برضه. لكن التوجيه للبحث بيكون شنو؟ بيكون لاتجاه معين ما بيخليك فعلا تمشي تقرا وتجيب حاجات تانية لا يسوقوك زي القطر. فانت بتكون في نهاية بحثك ما عملت ولا حسيت انك انت ضفت لنفسك ولا بتقدر تضيف يعني البحث انت لما تعمله بالمناسبة ما انت بتطلع معلومة جديدة بس انت ذاتك بتتطور طريقة تفكيرك حاجاتك كلها. النقطة الثانية كانت شنو؟ الجامعات الدبل ميجر كنت بقرا في جامعتين ايوه اتكلمت عن الجامعتين واتكلمت عن التخصصات اللي بتقروا بها. الجامعات فعلا انت يعني المفروض تكون حر يعني انت بتعرف مقدرتك انت بتقدر تقرا شنو كده ما تكون محدده ليه وش يعني اقصى حاجه انا بقدر اعملها المفروض انا اللي اقرر ما تكون انت لو في الكليه دي ما تقرا كليه يا اخي انا بقدر يا اخي مش انا داير ادمج بين مجالين عشان اكون متميز يعني المفروض تكون في مساحات زي دي يعني دي كلها مساحات بتاع الكليه انا بتكلم مرونه في الحاجات بحيث انها تخدم الباحثين. الحته بتاعت المجالات اللي دايما بتكون مضطهده دي المجالات كمان بالضبط ما بتنفع مع السلطه. انت لما تكون مختص في مجال تقني معين ما حتجيب هوى للحكومه يعني حتبني له طرق وجسور وعمارات وما عارف شنو كده مهندس بتعمل في حياتك ما عندهم معك مشاكل كثيره مش لكن تجي تبحث في قضايا الاجتماعيه قضايا العنف وقضايا ما عارف شنو ده يا دوب اول حاجه يعني دي يعني مجالات بطبيعتها كويس بتكتب نوع المعارف الما دايراها السلطه الدكتاتوريه كويس عشان كده ما غريب انه طوال الكليات النظريه مثلا فلسفه سياسه حاجات زي دي طوال تكون يعني مضبوطه ومهمشه وكده. لكن مثلا يعني زول حتى بالمناسبه حتى في المجالات الطبيه وكده ممكن كلينيكال مثلا حاجات زي دي ممكن لكن تكون مثلا الصحه العامه وبحوث زي دي بتدخلك مع السلطات برضه يعني كل ما الاتجاه البحثي بقى ماخذ له مسار ممكن يكشف له حاجات يسلط النور. طبعا النور يعني الدكتاتوريه بتحب الظلام اول ما تولع لك كبريته كده طوالي بيجوا عليك فهو دي واحده من الحاجات وبعد ذلك بيقوموا يدرسوا الكلام ده عبر الاعلام وعبر هنا خلوهم يمشي يقروا الجانب ده والجانب ده ما معلومه مال السياسه معلومه مال كده مش وصل ما دايرين فكر سياسي متطور ما لازم يكون ضد الاقسام السياسيه مش عشان يحافظوا على الحاجات. تفضل تقريبا ده حيكون اخر سؤال عشان يكون في متحدثين ثانيين. تفضل شكرا لك يا دكتور.
أنا تأكيد أن بالنسبة للعلاقة بين الطبقة الشريرة أو الطبقة المتعلمة الطبقة غير متعلمة تماما، يعني إذا العهد الباقي أو العهد الباقي كان في دكتور فلان دكتور 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 كان ممكن تقول ما يفيد هذا الواقع عن غير متعلم، ولا تقول الواقع عن غير متعلم لا، ولا حتى الدور سؤال جميل جدا. وقت من الحاجات بيسموه الإرث الاستعماري بالتعليم، المستعمر كان دائما يخلق له طبقة معينة تكون مفصولة زي فصل الرأس من الجسد، طبقة هي متشبعة بالأفكار بالعلوم الموجودة هناك. دائما بيقول لك الناس مثلا زمان في جامعة الخرطوم طوالي، يعني كانوا قاعدين في داخليات طوالي بيحضروا برا وما أعرف شنو، دي كانت برطة سياسات مقصودة إنك أنت تفصل الطبقة المستنيرة وتقوم في كاتب يعني أفريقي جميل، يعني كتب كتاب قال العنوان بتاعه لو يترجم بالعربي بلاك ماسك وايت سكين بلاك ماسك بلاك سكين وايت ماسك، أقنعة بيضاء يعني بشرة سمراء، يعني شنو هم دايرين يشيلوا يخوجلوا يعني يعملوا منهم خواجات سوء اللي مشنو ده. لما يجي راجع بينظر للمجتمع السوداني نفس نظرة المستعمر لما كان وهو مش يتشبع بالدراسات دي وبالعلوم الموجودة هناك، بيجي بينظر له بنظرة احتقارية انه هو العارف كويس ودين ما عارفين كويس، هاي يطبق فيهم النظريات الدرسة والحاجات بدون ما يستشيروا بدون ما يشركوا، عشان كده كانت في جفوة. طبعا ما كل الناس اللي تعلموا عشان ما نقعد يعني ما في ناس مشوا يتعلموا فعلا وكسروا الحواجز دي فعلا، انتقدوا الإرث ذاك ذاته واشتبكوا معاه وكونوا معرفة انه ذاك ده ما بينفع معانا ده بينفع، وده النوع الفعل عنده علم جد ولما يجي ما بيتفرع بيقعد مع المجتمع وبيفهم من هو براه وبيقدر يخطط وبيقدر يعلم المجتمع ويتعلم من المجتمع. عملية التعليم عملية جدلية، انت يعني ما انت مصدر النور وده صلاح طوال نور، لا دي عقلية استعمارية كانوا يسموه تكوين. فهو دي الحاجات المفروض نحن نشتغل عليها، المتعلمين وكده ما يكونوا عندهم الكلام اللي انت بتقوله لانه في جفوة كبيرة، لا القوة دي بتترتب كيف؟ انا انت شكلك شوية دي متأخر، لكن في نوع تعليم قلت نوع التعليم وده نوع التعليم اللي بيسود في الحريات في ظل الحريات كويس؟ عشان كده تاني كل مرة هنأكد شكل الحكومة دايرينها تكون فيها مساحات بتاع الحريات كبيرة جدا، ودي ما بتكون إلا حكومة مدنية كويس؟ لما تكون في حريات بتعمل شنو؟ حتى شكل العلاقة بين الباحث والزول اللي بيدربه علاقة ديمقراطية بيتناقش وبياخذ ويجي وبيكون اتربى في ثقافة أكاديمية زي دي كويس؟ بيكون شايف الأستاذ متواضع معه بيسمع كلامه بياخذ ويدي وكده، ده بيكون اتشبع بالحاجة الديمقراطية. ده لما نمشي المجتمع برضه ما بيتفرع، بيكون عارف انه حيستفيد من المزارعين وقضاياهم والرعاة وقضاياهم وهم العارفين أكثر منه. في باحث نرويجي دي قصة جميلة، وباحث عنده دكتوراه في الزراعة قال مشى شرق السودان، فلقاه لقى قال انه بيحطوا كمية بتاع التراب كبيرة جدا في الحفرة، والزرع ده بيكون تقيل كده لكن مصير يعني، كان قال لهم الحاجات درسها نظرية، قال لهم انتوا لو قللتوا التراب الزرع ده حيكون مربع كده كبير والإنتاج حيكون أكتر. قالوا لي يا أخي انت ما تنظر لنا، نحن نديك قطع الأرض جنبا أزرع. قال لهم خلاص مش طبق نظريته، فعلا قال الأسبوعين الأوائل الزرع بتاعهم قصير وحقه قايم كبير ومتكيف انه اثبت نظريته. قال يوم كده صغير قال في الليل ده هو تكيير كده بجيب الزرع بتاعي كله راجل وحقه من وادي
ده معناه شو؟ الناس دي لما كانوا بيزرعوا عارفين الحاجات كلها، البيئة والرياح والحاجات كلها، يعني معرفتهم ما معرفة بتاعت انك انت تمشي تقرأ لك كتاب، لا هم دارسين اللي انت دارسه، عارفين اللي انت عارفه واكثر منه، يعني بدليل انك انت ما كنت عامل حساب الرياح، لكن هم بيعملوا تجربتهم. يلا دي الحاجات الدائرين، المعرفة الموجودة في المجتمع دي حاجة ما تحتفظ بها، ولما نجي نعمل تنمية ما نقعد نجبر روحنا في يعني زي أساليب الفراعنة، نقعد نطبق الخطط بتاعتنا في مكاتب مكنشة طوال دايرين نمشي ننفذ، المجتمع كده لا تقبلك وبتمشي تعمل مشاكل كثيرة جدا. عشان كده دائما التنمية في السودان مربوط مع طوال الهم، لأنهم ما بيدخلوهم ما بيستشيروهم وبيطبقوا الفراسهم والمنافع بتاعتها، لأن أصلا هم ما كانوا مقصودين بالتنمية. أنتوا قايلين ما في علاقة بين التبرد في النفان واستخراج البترول، في علاقة بسيطة جدا، ناس شايفين إنه البترول بيطلع بطريقة بتدمر البيئة وبتدمر، شكرا كويس؟ كويس؟ بيئتهم بتتدمر وهم ما لاقين حاجة، البترول طالع من بلدهم ما في لا مدرسة لا كده. تاني أنت تقول أنا تابع لوزارة البترول وداير أعمل بحث يقبلوا، هو ده الجفوة في ظل السلطة الدكتاتورية. المجتمع لازم يحس، والمناسبة هم أذكياء جدا من نظرتهم لك، بيعرفوك أنت سؤال كويس جاي تخدمهم ولا كده. السؤال الجراوة يعني لازم تكون في شفافية بين الناس المتعلمين والباحثين والكده، خصوصا لو دايرين أنت تقدم، لو ما تواضعت أنت تمشي لعند البروزة وداير تقعد في كرسي عالي وتوصل في الواضع وداير تنجز معهم وتقعد معهم تحكي تونس كده بيقبلوك وبيرتاحوا لك وبيكتب معلومات لما ربنا يكرمك يا رب. شكرا لك. معلش في سؤالين معلش أكيد المسألة بتاعت الاحتياج والقبول بس أتمنى يبقى اتجاه من نشط الاتجاه عارف كده ده التعليمية والكليات على قد ما يغمر من نفسه على نجيل نفسه يكون هو جاهز، يعني تعرف الموضوع اللي بدل ما الناس يكون ينوروا عليهم في الجامعات وفي المدارس الثانوية العليا وفي الحلقات الزيتية، يكون الموضوع الجيل نفسه هو يكون عارف انه بعمل خشوع عشان الناس تختزل مسافة طويلة من الجدل. ده كلام جميل جدا. نحن بس انا حتتي كانت مركزة في البحث العلمي، عشان كده بنتكلم من جامعات لفوق، علاقة الحرية بالبحث العلمي وإنتاج المعرفة والتنمية من المستوى ده لفوق، لكن كلامك صح إنه أصلاً الحريات دي بتعدل المجتمع ذاته، يعني حتى لو زول ما خش ما عنده فرصة إنه خش الجامعة بيكون مثقف، ليه؟ لأنه التلفزيون والقضايا بيناقش والجرائد وفي كمية أصوات بتتفتح، الناس بتتعلم من أي حتة، أي حتة بتكون فيها أصوات كثيرة، نقاشات كثيرة، ما إلا يجوا المؤسسات التعليمية زي ما أنت قلت عشان يتعلموا الحاجات دي، لكن الحريات دي لو اتفتحت فعلا في التلفزيون بتسمع آراء مناقضة كثيرة، الزول بيشاهد بيتعلم، بيكون التلفزيون ذاته يتحرر من الصوت الأحادي، زار سيده ما أعرف شنو الولاية الشمالية وحيثما، يا أخي اللغة دي 20 سنة 30 سنة، يعني انت تتعلم شنو من لغة زي دي؟ مش لكن مثلا في قضية معينة في اختلاف آراء، مثلا القضية دي مرتبطة بالقانون وبالسياسة والاقتصاد، تجيب مختصين كتار وتكون عندك مذيع محترم بيدير الى يعني النقاش بطريقه محترمه، المجتمع اكيد حيكون مثقف ومتعلم ونوع المعرفه، وده بيصير نقاشات ثانيه، يعني الحريه دي طبعا علاقتها بالمعرفه والبناء ما بتنتهي. طبعا احنا بس انا كنت مركز في البحث العلمي عشان المجموعه ذات بحث علمي وكده من البحث العلمي في المستوى بتاع البكالوريوس وماجستير ودكتوراه وما فوق، لكن فعلا البحث انا حته جميله جدا. السؤال الاخير ثاني خلاص. السلام عليكم.
طبعا انا مسؤول موضوعي برا من البحث العلمي. انا اصلا جاي من الجامعه سامي صوتك انه بنبدا نجرب تغيير وتكون تفاوض مع الجنود العسكري. ما كنت قاعد مع الطلاب ونتناقش في موضوع الجامعه لانه انا مسوي شديد في الموضوع. طيب احنا طلعنا من البدايه من ديسمبر من الاعراض عشان تجلس بعد النظام. كان مني اطول من التغيير ونركب المشي فيه. طيب بعد ايام احنا السوداني جديد دايرين له ما دايرين اي اقصاعات ما دايرين اي عنصريه ما دايرين اي خلافات. طيب اللي منجز المتغير المحدد اسمه الشاب انا سامع انه في بعض الطلاب قالوا اقصى بعض الاحزاب ولا واحد هنا قالوا برضه ما بنوصلنا وده ما بنوصلنا وديل قالوا بس الجزء دايرين يسرقوا الثوره ودايرين احنا صار تعرف ان هناك ما عادش بيملك السلطه لجهه معينه. طيب دي مع نفسها حاجه قاعدين في مهنيه وما في مهنيه ودين مجلس المتغير شهادة جماعة هنا وهو البرامج فاول مع المجلس الانتقالي مع ان السودان المفروض اننا دايرينه كل الاحزاب ما هو عدونا واحد مشترك هو الانباس ما دايرينه خلاص الحاس فقط. طيب بعد تفريق انترك عاملين تقريبا 100 فوق في الزيت وعندنا حركات ان شاء الله الناس المفروض تقول لا صبر يقدروا الحكومه اللي بيمسك الفتره الانتقاليه وليه انا ما كان بدور اللي حاليا عنده شوي. معلش السؤال ده بره من الموضوع شديد لكن حديك رايي بس انا ده رايي خاص. الحته بتاعت الاقصاء ما الاقصاء طبعا وهمه كبيره يعني الاقصاء طبعا مرفوض اصلا مبدئيا كويس. لكن السؤال انت تقصي منو من منو من شنو كويس؟ وبرضو حكم الاقصاء ده ممكن عشان يلعبوا بيه ده بيساعد في الزمن انه نلم ناس كتار وما نقصي وكده يعني ناس كانوا في الحكومه امبارح برضو وناس انت عارفهم اصلا ما حيهتموا. ولما تقول اقصاء هو التغيير بتقصي انت بتتكلم عن اقصاء حزب واحد كان حاكم 30 سنه وقوة التغيير دي انت قايلة ما حزب ولا حزبين ولا ثلاثة ولا احزاب بس هي احزاب يعني ما في تحالف بتاع معارضة في تاريخ السودان من حجم ده كويس. هو جسم كبير جدا ما يصوروا لنا كأنه ده حزب واحد كده ده يمسك يا اخوانا الاحزاب حتى الاحزاب اللي في قوة التغيير قالوا لكم يا اخي احنا ما دايرين سلطة هم زادوا ما ماشيين. انت كنت امبارح في الحكومه داير تجي تنط وداني الحزب اللي كان الاحزاب اللي كانت مع الثوار من البدايه وانت كنت بتنبذهم من موقعك في السلطه الاحزاب دي كانت ما حتشارك بس هي دايره حكومه مدنيه انت داير تجي تخش وتحكم يعني بيجي كده فهو اعترض يعني بكلامه. ف يعني برضه يعني خبر محسن انه المفاوضات وقفت وكده لكن المفاوضات لو ما مشت بالطريقه الصح برضها محسن انه يمشي بطريقه فيها يعني انقاص من مطالب الثوره مش يا اخي نحن يعني العسكر ده ما هو جاء نحن اللي وديناه مش هم يعترفوا في البدايه انه هم جو السلطه بسببنا نحن جايين عملنا اختناق كده دفرناهم دفر امشي انزلوا لنا السلطه اللي نحن وقعناها يا اخي تمسكها وتكمش فيها انت في قصه جميله حنتهي بها قصه امبارح كنت في الكاتب النيجيري المرفوق تشينو اتشيبي قام شبه الدوله الافريقيه في زمن الاستعمار بقطيه قال القطيه دي كان في الانسان الابيض واللي هو المستعمر قال نحن كلنا كافارقه كنا بنفرق القطيه قال اتحدنا قال نتحد عشان نطلع الزول ده ونقعد في قطيتنا قال فعلا اتحدنا وهناك طلعنا الزول من قطيتنا لكن المشكله حصلت شنو؟ قال جزء مننا خشى في القطيه قال والله القطيه بتشيلنا كلنا جزء مننا لازم يقعد في الصقيعه فهو ده حصل في السودان من استغلال السودان في ناس بسيطين قاعدين جوا قطية السودان، يعني السودان ده نحن دايرين شنو؟ نكبر ونقعد في ظلمه كلنا كده، مش عشان نعمل كده الناس البسيطين الدايرين يخشوا في القطية ويستلموا حاجات كلها، نحن كنا يعني سايرين عشان نبدل إنغاز بإنغاز، كنا دايرين نبدل جنرال بجنرال،
أن المطالب الثورة دي ما واضحة، حرية سلام وعدالة ومدنية و... يعني دايرين نعيش نتنفس شوية. شكرا لكم. حرية سلام وعدالة والثورة خيار الشعب. صحيح أستاذنا. أخونا أستاذ تامر محمد أحمد، الشكر. أولا سوري ضد الحكم الدكتاتوري، حرية سلام ودارة ثورة خيار الشعب. وأنا بصراحة أستاذ دي يتكلم عن الحاجات يعني لحظة كنا مخيرين أصلاً في يوم من الأيام.